اقعدون اولاد تجيبوا لي الميه ويجوا لعندي الا ما ضل ولا واحد. راحوا كلهم راحوا اولاده. كلمات قليلة قد لا تختزل حجم معاناة هذه السيدة التي وجدت نفسها بين ليلة وضحاها وحيدة بعدما خسرت من كانوا يسندون ظهرها ويعيلونها على عاديات الزمان. لحظة لم تتجاوز الدقيقة كانت كافية لتجعل هذه السيدة تعيش مأساة حقيقية، إصابة ابنيها ووفاة أحفادها. حتى منزلها لم يتبقى منه سوى الأنقاض التي جلست تبكي عليها حسرة وحزنا على قساوة المآل. أولادي مستأجرين هول لحالهم وأنا مستأجرين لي تحت غادة، أنا والختيار مستأجرين لي وعندي بنت عاجزة قاعدين. ما شفت إلا أمي قاعدوني قالوا لي البنية البي أولادك ندت، جيت ولا قوة من الاضراب قدامي. الزلزال ذهب بخمسة من أحفادها وأدى إلى إصابات بليغة بابنيها. والاثنين بالمشفى كما هيك، واحد مكسور ظهره وواحد مكسورة رقبته، ولسه عم تقول اللي يقوم يروح يبدأ يتفرج على دار أولادي. السيدة ترفض مغادرة المكان، فأين لها أن تذهب ومن عاشت لأجلهم لسنوات التهمهم الزلزال والدمار؟ بدي أتفرج دورهم مشان أشوف دورهم قبل ما يشيلوهم. كل أمنيتها الآن إيجاد جثامين المفقودين تحت الأنقاض وإلقاء نظرة وداع أخيرة لن تواسيها حجم المأساة. وسام الذهبي، العربية.